اهلا بيكم، ورجعنا لكم تاني ومكملين معاكم فقراتنا في كلام هوانم. برحب معاكم بدكتور رانيا السيد، دكتوره واستشاري العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب القصر العيني جامعه القاهره. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي حبيبتي. كمان كنا بدانا كده سلسله حلقات مع بعض، فقرات بنتكلم فيها عن مرض السكر وايه اللي بيعمله ولو لا قدر الله وصلنا لمرحله البتر، ودي اتكلمنا معاك فيها يا دكتور احمد، بنعمل ايه وازاي نركب الجهاز وكل الحاجات ده كله. من ضمن برضو الاعراض اللي بيتعرض لها مريض السكر هي الضعف الجنسي. رانيا، طيب يعني احنا عرفنا ان هو بيأثر على الضعف الجنسي، يعني بيأثر على الـ على الـ على الـ الحركة الجنسية كلها بالكامل. تمام. مع مريض السكر. تمام. ازاي؟ مش فاهماها برضو. طيب خلينا نشرح ازاي اصلا بتحصل عملية الانتصاب. عملية الانتصاب دي محتاجة حاجات معينة عشان تتم. يا ريت بقى المشاهدين يركزوا معنا لان الشرح فعلا فيه كمية معلومات علمية كبيرة. بصي، في حاجة، في مادة اسمها النيتريك اوكسايد. النيتريك اوكسايد دي بنسميها عندنا في الطب ذا موست باورفل فازو دايليتور. يعني ايه موست باورفل فازو دايليتور؟ يعني اكتر حاجة بتوسع الشرايين. المادة دي، المادة دي ده مبدئيا ده عشان يحصل انتصاب طبيعي. يبقى احنا محتاجين افراز كمية كبيرة من النيتريك اوكسايد عشان تعملي تمدد في الاوعية الدموية. تاني حاجة، في حاجة اسمها نيورو ترانسميتر. يعني ايه نيورو ترانسميتر؟ يعني موصلات عصبيه. الموصلات العصبيه دي حاجه اسمها عندنا طريقين، نون ادرينرجيك ونون كولينرجيك. الحاجتين دول مسؤولين عن الريليز اللي هو افراز ماده النيتريك اوكسيد اللي هي هتوسع الدوره الدمويه عشان تروح دوره دمويه كويسه للقضيب. تمام. الحاجه الثالثه، الدوره الدمويه دي بتوصل للعصب، والعصب بيوصل للعضلات بتاعه القضيب. الدوره الدمويه دي لازم العصب يبقى سليم عشان ياخد ولازم تكون وصله دوره دمويه كويسه. النقطه الرابعه، رابع حاجه، انه النيتريك اوكسيد ده بيعمل ايه؟ بيزود في الاول، بيزود دخول الكالسيوم جوه الخليه، فيحصل من كتر دخول كالسيوم كتير يحصل حاجه عمليه اسمها ايه؟ هايبر بولاريزيشن، استقطاب عالي جدا. تمام. فبعد كده ده يقلل تاني دخول الكالسيوم جوه السلممبرين اللي هو الغشاء الخلوي بتاع الارتيريال وول، اللي هو بتاع يعني ايه الارتيريال وول؟ اللي هي ايه الارتيريال وول؟ اللي هو جدار الاوعيه الدمويه، اللي هي جدار الشرايين. فيبقى احنا كده محتاجين اللي هو يحصل انه الكالسيوم انفلوكس جوه الخليه يقل. تمام. تمام. ده عشان يحصل عملية انتصاب طبيعية. طب ايه اللي بيحصل بقى في مريض السكر؟ المنظومة المكونة من الاربع حاجات دول مش كلها اختلت. اول حاجة النيتريك اوكسيد اللي هو اللي مسؤول عن عملية تمدد الاوعية الدموية ده بيقل. تمام. ده مبدئيا. خلاص، ليه بيقل؟ علشان الجلوكوز مش بيتصرف. الجلوكوز مش بيتصرف مرة واثنين وثلاثة واربعة. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ايه؟ بيتحول لمركبات كيميائيه ثانيه. ماشي. منها السوربيتول، ومنها حاجه اسمها جلايكيتد كومباوندز. كل المواد دي بتتراكم على جدار الاوعيه الدمويه فتعمل حاجتين، انسداد فيها وتعمل حاجه اسمها فاسكولار دامج، تلف في الاوعيه الدمويه. يبقى انا عندي مشكلتين حصلوا في مريض السكر. يبقى الفاسكولار دامج، ماشي، ودي او انسداد في الاوعيه الدمويه دي. تمام. طيب تاني مشكله، احنا قلنا انه في حاجه اسمها نيورو ترانسميتر اللي هي الموصلات العصبيه. أيوة. اللي مسؤوله عن انتاج الماده دي، بتقل كفاءتها بسبب زياده ترسب المواد دي نتيجه ارتفاع السكر ونزوله وارتفاعه ونزوله وارتفاعه. على اللونج ران، على المدى الطويل يحصل انه كفاءه برضو المواد اللي بتنتج النيتريك اوكسيد دي هي كمان تقل. الحاجه الثالثه، مفيش دوره دمويه كده خلاص. ما هو النيتريك اوكسيد مفيش عندك دوره دمويه كويسه موصله للعصب، فالعصب ما بيديش اشاره للعضلات، فما بيحصلش. هي دوره على بعضها مكتمله. هي دوره كامله على بعضها كلها حصل. بصي، مفيش ولا حاجه معديه مع مريض السكر. ايوه. النقطه الرابعه، ما بيحصلش، مفيش كالسيوم تشانل بلوكرز اللي هي عمليه. ما هو النيتريك اوكسيد هو اللي كان بيعمل العمليه دي. هو كان المحفز بتاع العمليه دي. فلما قل، فبرضه في مشكله في قصه الكالسيوم تشانل، وازاي بيقل وازاي بيعمل ريلاكسيشن، ارتخاء لجدار الشرايين، فتدفع دم زياده فيحصل تمدد اللي هو احنا بنسميه فازو دايلاتيشن. يحصل تمدد فيحصل انتصاب قوي وكويس. كافي لاتمام علاقه زوجيه.
فكل المنظومة في مريض السكر اختلت. يعني في مشاكل تانية بيبقى عندهم مشاكل ضعف انتصاب، بس يكون حاجة موجودة وحاجة لا، يعني فاهميني؟ لكن في مريض السكر كلها على بعضها، كل المنظومة اختلت. تمام. الجهاز بيتعمل الجلسة في الجلسة الواحدة 45 دقيقة. يعني هو ياخد الكورس ده لمدة قد ايه؟ الكورس بيبقى طول ما هو مريض؟ من 4 لـ6 جلسات في الاسبوع. ده الكورس الواحد. العيان بيحتاج بقى من كورس لحد 4 كورسات على حسب السن، الحاله بتاعته، حسب السكر واصل لمرحله ايه. مظبوط. بتحدد الجلسات قد ايه مدتها وقد ايه يستمر على حسب ثلاث حاجات. السن بتاعه، طيب، الجنرال هيلث، الحاله الصحيه العامه بتاعته. ايوه. تمام. الاستجابه بتاعته بقى، لانه في ناس مثلا حتى لو يبقوا صغيرين اصغر من ناس تانيين، بس بس السكر بهدلهم. يا حبيبي، يعني فاهميني؟ فده يختلف معايا ايه السكر عنده من قد ايه، وعمل دامج، تلف قد ايه. ايوه مظبوط. طب انا عايز اسال برضو قبل ما نخرج من حته الشرايين. طيب هو خد الجلسات من 4 لـ6 جلسات في الاسبوع عشان نعالج قصه الشرايين، ويبطل بقى ولا يعني دي بتعالجه لمده قد ايه؟ ما هو كده كده السكر مستمر. فاهم سؤالي؟ لو قدر هنكمل بقيه الكورس بقى، عشان هي منظومه على بعضها، منظومه برضو زي ما شرحنا. الخطوات الباثولوجي بتاعته او الباثوفيسيولوجي بتاعتها، فبرضه العلاج مبني على نفس المشاكل اللي احنا شرحناها. هنمسك مشكله مشكله نعالجها. طيب بصي، هما الجلسه بنعمل فيها كل الحاجات دي. احنا عندنا اتفقنا انه في مشكله في الشرايين والاورده وفي الاعصاب، كل المشاكل دي وشرحناها. المشكله بتاعت الشرايين احنا محتاجين نزود ماده النيتريك اوكسيد زي ما دكتور احمد شرح. عندنا ده جهاز امريكي بيعمل بيزود بيحفز انتاج نيتريك اوكسيد كتير. فكده حلينا جزء من المشكله. تمام. طيب. اللي هو احنا جبنا نيتريك اوكسيد، عايزين ناكتيفه بقى. الاورده بقى، لا، عايزين ناكتيف النيتريك اوكسيد عشان يدخل في بقيه العمليه اللي احنا شرحناه. طيب فناكتيفه ازاي؟ في جهاز تاني اسمه ايونتوفوريزس، ده جهاز برضو جهاز امريكي، ده بنحقن فيه مواد بتعمل حاجتين. ماده مضاده للالتهاب علشان التهاب الاعصاب الطرفيه اللي موجود في المكان، لان هي مش واصل لها دوره دمويه كويسه فحصل فيها التهاب. وماده تانية بتعمل كالسيوم تشانل، حاجه اسمها كالسيوم تشانل بلوكر. الماده دي مسؤوله عن ايه؟ بتعمل ارتخاء لجدار الاوعيه الدمويه. فتعمل ايه؟ فتسحب دم زياده عن طريق ان انا من الاول زودت له الدوره الدمويه وزودت له النيتريك اوكسايد. فنحقن المادتين دول. الحقن عن طريق الجهاز، مفيش اي ماده يعني المواد بتدخل القضيب عن طريق الجهاز، مش عن مفيش حقن مباشر على القضيب. خلاص، بنحقن عن طريق الجهاز المادتين دول. يبقى احنا كده بيحصل ارتخاء لجدار الاوعيه الدمويه، فلما ترتخي تسحب دم زياده فيحصل تمدد اكتر للاوعيه الدمويه. فيحصل بعد ما حصل تمدد زياده انتجت ايه؟ دوره دمويه كويسه، فيحصل انتصاب. وعملنا بقى في النص مع كل ده جوه الجلسه، مش جلسات منفصله. يبقى احنا الاول عن طريق هي جلسه بتاخد كام ساعه؟ جلسه على 6 اجهزه؟ لا، هم مش يعني مش كام، هي حوالي 3 ساعات تقريبا. في حدود 3 ساعات. بنستخدم اللي هو الحقن عن طريق الجهاز، ما فيش حقن مباشر. اوكي. وبنستخدم الموجات اللي هي هتزود لنا ماده النيتريك اوكسايد. تمام. اللي هي ليها طول موجي معين بيستهدف الاوعيه الدمويه الدقيقه. خلاص. يعني قولي لي كده، كل جهاز بيقعد عليه قد ايه؟ انت قلتي واحد 45 دقيقه اللي هو بتاع الشرايين. وعندنا الجهاز بتاع الحقن بالايونتوفوريسيس، ده جهاز امريكي بنحقن فيه. بيقعد من حدود في حدود 20 دقيقه. طيب. وعندنا الجهاز بقى اللي هو عندنا حاجتين، عندنا حاجه اسمها فوتو ثيرابي وعندنا حاجه اسمها الكتروماجنتيك ثيرابي. الالكتروماجنتيك هيفيدني في ايه؟ ان هو بيحفز انتاج حاجه اسمها ميتوكوندريا. دي بتساعدني في حاجتين، هتساعدني في انتاج خلايا دم جديده. عشان احنا قلنا ان في جزء حصل فيه دمج، في تلف. وفي جزء تاني ايه حصل فيه زي ضيق. تمام. فدي هتساعدني في انتاج اوعيه دمويه جديده، فهو هيشتغل لي على حاجتين، على السيركيوليشن، على الدوره الدمويه، وهيشتغل لي على النيرف هيلينج، لانه ليه دور حلو قوي برضو في التهابات الاعصاب. تمام. والفوتوثيرابي هيساعدني في الهيلينج بتاعه الايه بتاعه الانسجه دي. تمام. والكتريكال ماسل ستيميوليشن، بنعمل تنبيه كهربائي بشكل معين للعضلات بتاعه القضيب مع
نوعيه تمارين معينه بتزود حاجه اسمها بلفيك فلور اكسرسايز، تمارين معينه بتزود برضو بنقوي كل العضلات اللي حوالين القضيب. يعني جلسه في حدود 3 ساعات. بنعمل الكورس بيبقى من 4 ل6 جلسات في الاسبوع على حسب الحاله. ده الكورس، في عيان بيحتاج كورس واحد وفي عيان بيحتاج 2، ممكن في عيان لو الحاله السن كبير او الحاله زي ما قلنا تعبانه ممكن نوصل ل4 كورسات، ده الحد الاقصى. طيب انا عايزه اقول حاجه، لو هو مثلا الشاب ده، خلينا نتكلم على الشباب، يعني لو هو الشاب مريض السكر خد الجلسات دي كلها زي ما حضرتك بتقولي كده، ده بيمنعه ان هو قدام لما يتقدم كده في العمر انه ما يحصلوش عجز جنسي كامل؟ لانه اكيد ان مرض السكر لو سبناه اكيد هيوصل من ضعف العجز، مظبوط ولا لا؟ لو محافظ على سكره دي بقى، ما هو بصي ما احنا اتفقنا ان في مواد بتقلل النيتريك اوكسايد. اوكي، لو هو محافظ على سكره تحافظ معاه. والمفروض ان احنا يعني الابحاث الريكومنديشن اللي احنا كاتبينها مكتوبة في الابحاث العلميه، ان انت يفضل ان الجلسات دي تتعمل على مدار كل 2 أو 3 سنين، يتعمل كورس. يعني بعد ما يخلص الكورس ده مع حضرتك في خلال السنه السنتين يرجع يعمله يعني تاني؟ يعني سنتين. في خلال سنتين. يعني هو بالكورس ده يفضل متعافي لمده سنه او سنتين، مظبوط يعني ولا يعني اغلب الناس بيكملوا السنتين وبيزيدوا. يعني احنا ما عندناش حالات الحمد لله جت قبل السنتين. يعني هو دايما فعلا والابحاث كاتبه كده. يعني فعلا هم لا بيكملوا السنتين بيزيدوا ما بيقلوش. شفتي بقيت دكتوره؟ لا ده شيء طبيعي ان انت تحافظ على مستوى السكر بتاعك عشان كل حاجه. طيب انا هسال حضرتك سؤال، ده بيختلف من ست الراجل؟ بصي بقى، لا العمليه الجنسيه عند الراجل زي ما شرحنا شويه عشان يحصل محتاجه انتصاب ومحتاجه شرايين قويه. انت لو تلاحظي انه الشرح بتاعت مشكله الاعصاب عند الراجل ومشكله النيتريك اوكسايد والميكانيزم اللي شرحناها معقده اكتر لما شرحنا التهاب الاعصاب الطرفيه اللي في الرجلين. يعني لو العمليه شرايين دقيقه وافراز مواد ومنظومه ورا بعضها، منظومه كبيره. يعني فالعمليه شويه بتبقى اكثر تعقيدا عند الراجل. في الست ممكن يحصل نوع من انواع الدوره الدمويه تقل، يحصل ضعف جنسي، نعمل يعني مش بنسميها ضعف، نوع من انواع البرود، ممكن بقى نعمل لها حاجات اللي هي بتزود الدوره الدمويه زي الجهاز الامريكي اللي احنا بقولنا عليه. في يعني للستات برضو جهاز. في طبعا، اذا الموضوع واصل لدرجه ان هي يعني ايه فعلا بدا يحصل تفقد الاحساس بالظبط كده، فده ممكن بس نساعدها بالوسائل دي. بس دايما المشكله عشان الراجل عمليه حدوث العمليه الجنسيه محتاجه انه يحصل انتصاب، والقصه دي محتاجه سلسله من العمليات الكيميائيه زي ما شرحنا. فدايما بتبقى اصعب وتبقى الكومبليكيتد اكتر عند الراجل. لكن اذا جت عند الست لا، مش هنعمل كل الحاجات دي، كل الست اجهزه مش هنعمل كل الحاجات دي لا، هنعمل جزء منها يعني اللي هي محتاجاه. لكن الراجل وبرده بترجع في خلال سنتين زي الراجل، ولا دي بقى خلاص بتعمل يعني بتستخدم الجهاز مره واحده وخلاص؟ احنا قلنا لكم كلمه السر، عرفنا المريض اتعالجت حافظت على سكرك، اقعد 10 سنين من السنتين بقى. ما هو ما بيحصلش يا دكتور، مريض السكر يا حبيبي بيبقى ضعيف قدام الاكل، هم غصب عنهم بصراحه طبعا. يعني بس ما هو بصي اجابه السؤال، السر في الحفاظ على مستوى السكر. ده السر بتاعنا، دي كلمه السر. طيب انا عايزه يا دكتور رانيا تقولي لي كده، او مش تقولي لي انا يعني، تقولي للشباب اللي هم ربنا يشفيهم ويعافيهم من مرضى السكر واللي داخلين على مرحله الجواز وهم مرضى سكر وعارفين ده، تنصحيهم بايه علشان يعني ما يخشوش في مشاكل؟ بصي اول حاجه هنصحه طبعا، احنا اتفقنا قلنا كلمه السر هنظبط سكرنا، عشان احنا اتفقنا ان احنا مش عايزين نراكم الجلوكوز بيتحول لمركبات كيميائيه تانية مع الوقت على جدار الاوعيه الدمويه، فده بيأثر على قوه الانتصاب بتاعتك، هيأثر على الاعصاب بتاعتك، هيأثر على الموصلات العصبيه اللي بتنتج الماده اللي احنا اتفقنا عليها بتاعت النيتريك اوكسيد. بص هيأثرك على المنظومه كلها، فنحاول نحافظ على سكرنا، دي اول نصيحه هديها له. تاني حاجه، مجرد ان انت حسيت ببدايه ضعف انتصاب احسن تبدا بسرعه، لان انا لما عالج حد لسه بادئ غير ما يكون خلاص السكر مبهدله، بدل ما هتاخد 4 كورسات انت هتاخد كورس واحد وتبقى خفيت. صح، يعني عارفه ايه، احنا مش كل ما يكون بدري هيكون افضل وهيوفر مرحله طويله، مرحله تانية. اذا بقى وصلنا لمرحله انه خلاص بقى في
كومبليت امبوتنس او فقدان كامل للانتصاب ما هواش ضعف انتصاب، يبقى طبعا هنصحه ينظم سكره اولا، وثانيا بعد ما نظمنا السكر باي طريقه مع دكتور السكر بقى، يعني سواء هيمشي على انسولين هيمشي على ادويه وات ايفر، هيمشي مع ايه مع دكتور السكر بتاعه، دي اول نصيحه لي. ويبدا بالجلسات معاكي، ويبدا بقى بالجلسات بقى، احتاجنا كورس 2-3 لحد ما نخلص ان شاء الله. دكتور رانيا الكلام معاكي ما بيخلصش، ميرسي جدا لحضرتك وجودك معانا في كلام هوانم دايما.